صباح الخير يا وجه الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. عارفه راه صغرت عليكم، الظروف احكام اختي. اي انتوا عارفين، بلا ما نحاجي عليكم، بلا ما نعاود لكم القصص الحزينه. المهم كي دايرين؟ بخير، هانيين، اموركم في احسن حال. انتوما 5 5 قضيتوا على رمضان ولا قضى عليكم؟ الحمد لله رمضان ما بقى ليه والو، وكنتمنى انه ليله القدر تكونوا دوسوها بخير وعلى خير، وما تنساو امور تكونوا، كنتمنى انكم تكونوا ما سيتونيش من الدعاء، راني محتاجه ليه بزاف بزاف بزاف. شكرا لكم بزاف ولا الله يخطيكم. البنات، انا نهار السبت كان اخر لان اخر نهار في الكونجي، صافي خرجت عطله، واليوم الاثنين انا اختي باركه في الدار. البارح نهار السبت بعدا مشيت للسوق تقديت، ونهار الحد يا اختي ضربت لواحد سيقة، واحد جميعة، واحد نيتواياج للدار، خليت الدار كتضوي، الحمد لله والشكر لله. صافي دار هي هذيك مجموعة، هذا هو البروغرام اللي درت. قلت اول حاجة نتكسكس على الدار. نجمع ونسيقة باش مابقاش دماغي معانا الدار فاش كتكون مسخة. انا نفسيا ما كرتاش. صافي وقلت نهار الاثنين والحد. صراحة البنات كل عام نتوما عارفين في رمضان، في الوقيته في الاواخر الاخر ديال رمضان كنوجد حلوه ديال العيد. هادي صراحه هاد العام هذا عندي شويه القضيه شويه قاسها عليا. نتوما عارفين الزوج الكريم باقي ما خدامش، ظروفي الماديه على قد الحال، يعني ما نقدرش انا نحمل شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالو. نتوما عارفين زائد على هذا الغلاء، يعني فقلت ندير داكشي اللي متوفر عندي في الدار، هو نقدر ندير منه شي حاجه. ف هادشي اللي كاين، انا ما جيتش نعاود لكم، قلت لكم قصص الحزينه راه كثيره. خلونا ساكتين وصافي. هادشي اللي كاين. ف قلت نصور معكم هذا الفيديو هذا، ما بغيتش نصور معكم فيديو ديال الروتين ديال الدار وطاطاتي دا، كل واحد كيعرف يجمع النهار. فقلت ان شاء الله باذن الرحمن اليوم بتنوجد شي حويجات هكا خفافين بعد العيد، وكذلك نوجد الفطور، لانه نتوما عارفين هذا منين بدا رمضان لدابايا شيخي ولوسي وراجي هما اللي كانوا كيوجدوا، فعيب انا باركه ما خاص ضروري خاص نوجد لهم شي حاجه. ف اول حاجه خاص نمشي نبيم، نمشي ناخذ بعدا نوجد واحد الليست قبل ما نخرج، حنت اختكم كنقول مع دماغي خلينا ناخذ وغناخذ وغناخذ، غا كنمشي غا كندخل البيم بحال ساحرين ليا، بحال على لاحو عليا طلاميس، كنسى داكشي اللي بغيت ناخذ وكنشري شي حوايج اللي انا ما بغيتهمش اصلا ولا عندي. فداكشي غادي نوجد واحد اللي هنايا شنو داكشي النواقص اللي عندي، لا اكثر ولا اقل، وديك الساعات نخرج البيم. البنات انا لسه كنوجد في الكوزينه باش ندور عيني ونشوف شنو خاصني. يلا بسم الله نبداو. افندم جنم تمام مشكل انا طلبه من سندا، انا طلبه جنبي تمام. غناخذ الحليب افندم خفيف جدا تمام. قال بسلام سهيله، سلام سلام. يلا باردون يا دور. بسم كات بابا arkadaşlar ne alacağım bayramdan bol bol gezmeye gidelim arkadaşlar yani tarzım bu. Nasıl yakıştı mı? Evet. Süt, pişim kartı, pirinç. Herkese iyi bayramlar şimdiden. Tamam canım. Geç kalma. Kapıyı kilitle, üstten de kilitle. Tamam canım. Bir saniye, hanım. ايوا رجعت لكم. غناخد الحليب، غناخد باش مكات، غناخد الروز. ويلي كانت عقله، شوفها ها انت، ما جوج دقائق، جوج دقائق كانت شحال من حاجه في دماغي ربي، بحال جاوني التلاميذ. انا شنو خاصني؟ الخميره عندي، خميره خميره، لا خميره. Aşkım geç kalma. Geç kalma. Anlamadım. Geç kalma. Tamam. Tamam canım. Ha ermek. Ermek. Şuna kır, şuna kır. Zıbda. Hadi. Tereyağı. واش كان ورا هاد الشيء اللي عقلت عليه؟ المهم هادو هما لي سونسيال، هادو هما الحوايج المهمين اللي ناقصيني انا.
هلو صراحة جوز بي ون بيرد شميشة ساطعة كان كاين شي شوية ديال البرد مي جوزوين الحمد لله. شنو نقول هذا ودابا انطلاقتنا الى البيم. اول حاجة قدو النواقف يا اختي هادو كنطفو الطرقان الى لاحظتو انتم ماشي تشوف كنطفو الطريق. طبعا البلدية الحمد لله راه قائمة بالواجب ماشي بحال باش ندخل في مواضيع اخرى المعلينا خلينا ساكتين هاد المواضيع كبار علينا. المهم الطرقان راهم نقيقين خاصة ديال هكا ديال الزناقة ديال الدروبة نقيقين الزبل مكيبقاش بزاف ديال الحوايج هما ان شاء الله على الخير. سمح لي الحمد لله الحمد لله ايه فوالا الحمد لله بهم قريب ليا 3 دقائق هما حدايا هادي احسن حاجة. المهم نمشيو لبيوم نتلاقاو شوفوا العائله شوفوا الفاميليا شوفوا داك مول الكمي وداك الراجل اللي بارك تما راهو كيسقي الورد وهذه جريده يلاه صلحوها هنايا غير هذا في الاواخر ديال 2023 المهم شهر المهم في الوقيته ديال الاواخر ديال شهر ديال العام اللي داز يا ربي صافي قادو ديك الجرده الصراحه في الاول كانت طامه ما بيهاش ولكن دابا ولات واعره والفوق ديال البلاصه ديال الباسكتبول ديال الدراري فين كيلعبوا شوفوا شوفوا انتم معايا زعما السيد راه قايم بالواجب وكيسقي الجرده كيسقي الجرادي اللي لهي وهادو الجرادي اللي كيكونوا في الطرقان تبارك الله ما شاء الله يعني الناس راه قايمين بالواجب كما قلت لكم. وهذه واحد بتيت ماركيت ديال الدوله فيها لي بري البنات هذه سميتها كوب الا لقيتوها نتوما حداكم في البلاصه اللي ساكنين البنات اللي في تركيا ساكنين هنايا هذه راه فيها دي برودوي ارخص من هنا الدقيق الزيت داك التقرب كاملين ديال المواد الغذائيه ارخص من بيم والله العظيم انا وشيخي بعد كنتقدوا منا هذه ارخص من هذا ولكن كاين شي حوايج هنايا وما كاينينش لهيه وكاين شي حوايج هنايا وما كاينينش هنايا داكشي اللي كاين. قوم ليتس جو خلينا ندخلوا للبيم المساند الرسمي لينا انا اللي حدا طار عندي يا ربي ستي انا ما حتى شي حاجه ما كتبقى فيها قسما بالله حتى شي حاجه حتى شي حاجه كنبغي على شي حاجه وما كنلقاش من غير بيم اللي حدا الخدمه ديالي يكون فيه كل شيء هذا كله كنتقدم منه كنهز معايا واخا الطقم ما عندي ما غندي. اما هذا في العشيه كنجي راه كنلقى يدي في الصحراء كيبانوا لنا العروض مكتوبه ولكن العروض ما كاينينش على ارض الواقع. المهم قلت لكم انا كندخل بهم على حاجه كنصدق في حوايج خلوني اختي نجرب الروسي خلوني نجرب الروسي نبدا القضيه ديالي قبل ما ننسى راسي. انا بعد عندي واحد مطايفه مع ذاك الروسي صب كما قلت لكم البنات ان البلاصه المفضله عندي هي هذا الكوشي هذه كتعجبني انا هذه البلاصه فيها شي حوايجات غزالين شوفوا بحال هادو ديال لي زاكسيسوار ديما من جمعه كيجيبوا شي حوايجات اللي واعرين. هذا واحد هذا الاسلاك منديل ديال الهيرونيك اسيد زوين ولكن هذا الهيرونيك اسيد راه كاين فيه سيروم هو مقشر صراحه للبشره ولكن ما ننصحش به للبشره الجافه والحساسه فقط للبشره الدهنيه لانه كيسد المعسان. اي فوالا هادشي اللي كاين يعني ما كاينش بزاف البنات بغيت ناخذ هادو ولكن ماشي اليوم بغيت ناخذ هادو نعاود نغطي بهم الكلتوك هادوك اللي عندي صراحه مليت منهم هادو زوينين دايرين البنات 129 ليره هادو ضروري خاصني ناخذ شي جوجات وصافي. هنا شنو كاينين هنا البنات اللي بغاو ياخذوا داكشي هاي الاير فاير ديال بيم الاير فاير تقريبا بحال ديالي منيت هنايا الاير فاير شحال دايره يا البنات الاير فاير ميري فرن لا الاير فاير ما كاينش الثمن ديالها هنا ياسس داك فريتوكس المهم ما لقاش الثمن ديالها هنا غادا تكون شي ب 1000 حاجه انا خديتها من بيم الصراحه صدقات ليا كاين هذا يا قولوا لي نتوما الميكرووند وهذه الماكينه ديال النتواياج هادو فاكر جهاز باكيتين يعني البنات اللي بغاو يتزوجوا كتاخذ ماكينه ديال الطوس وهذا الطحان مونينيكس ديال المخلطه هذا
قولوا لي نتوما البراد ديال اتاي ولكن ديال الضو وهذه ديال القهوه. كاين هنا شي حوايجات اللي واعره صراحه. ها نتوما بيليزا صغيره ايوا هنا كيجيبوا شي حوايجات اللي واعرين. هاد ديال البيكنيك بما انه قرب الصيف جابوا هاد الكراسه ديال البيكنيك. هادو زوينين ولكن غاليين 100 نقواميج. انا كيعجبنا هاد دي برودوي هنا اللي كناخذ منهم. بالنسبه لهاد لي برودوي كوزميتيك انا بحال التخربيق ما كناخذهمش صراحه. صافي اصلا ما كاين حتى شي حاجه بان ليا. عندك هاد البيم قبل خلينا كاين هذا ديال 29 ليرة وكاين هذا ديال 27 ليرة. هذا نص دهني وهذا يا دهني كامل. فلهذا انا غناخذ هذا. البنات عندي هذه باش كندير بها انا التيغاميسون ديال كيدي ديلي ولا الاصابع البسكويت. هانتوما هي هذه باش كندير بها تيغاميسو دايره 32.50. بالنسبة للسكر كلاصي هو هذا ما عنديش خاصني دير 13.75. بنات بالنسبة للحلويات هنا ولا الطاطلي اللي كاين هنايا في البيم انا كيعجبني هذه كلايف طاطليسي ديجا واكلاها. عندك هذه سبينغل هذه ما زويناش واخا فيها البسكويت من التحت صراحة ما عجبتنيش انا شخصيا. هذه كازان دي بي حتى هي ما عجبتنيش ما عرفتش ممكن نتوما تعجبكم. وعندكم هذا البروفيتيرول هذه فاش كناخذها في من لي باتيسري نورمال زوينه ولكن ديال بيم ما زويناش لانه ديك القطع ديال ديك البسكوي ولا هذوك الكويرات ديال البسكوي ما طازجين يعني كتحس بها بحال بيته فقط. عندكم هذه تهيايا الاكلير ما زويناش. عندكم هذه زوينه هذه بينير هالباسي زوينه ننصحكم تاكلوها بعد انا عجبتني شخصيا. هذو هما الحلاوه اللي كناكل فقط هنايا في البيم. البنات بالنسبه للرز كاينين بزاف ديال الانواع ديال الرز ولكن انا كناخذ هذا البالدو بيرينش هذا هو اللي كناخذ انايا من غيره ما كناخذ والو. هذا زوين هذا هو اللي كندير به هنايا سميتو هوايا الرز كيجي حبه حبه ما كيتفرتتش. الزبده اللي كنستخدم كاينين هادو جوج نوع كاين هادي سولو كاين هادي بيزن صراحه هما بحال تقريبا ولكن هادي افضل. بالنسبه للثمن انا غناخذ لي ارخص هادي ديال 12 غناخذ جوج لاننا حنا ولفنا على هادي ديال بيزن انا هادي قليل فاش كناخذها. بالنسبه لليوغورت كاين جميع الاحجام والالوان والاشكال. المهم انا افضل حاجه عندي هو هذا لانه شي شويه حلو وزوين والمذاق ديالو بنين. وهاد الطاسه الصغيره دايره 52 واصغر حاجه هي هذه دايره 37 ليرة. فلهذا انا غناخذ هذا. وبيان سيغ فاش بغيتو تاخذوا شي يوغورت ولا تاخذوا شي حاجه ضروري تضربوا على لاطات. احيانا بعض المرات كيديروا داكشي قديم كان قديم ولكن قربت سالي ليه مده تاريخ صلاحيه ما بقى لها 3 ايام 40. هانتوما اش قلت لكم هذا فيه 19.4 فهمتوا. فلهذا انا غنرجعو مع ديما ندير به. هذا تستخدمي شي حاجه واحد المده طويله عندك في الثلاجه ضروري خاصك تضربي على تاريخ الصلاحيه باش تكون فيه المده طويله. الا ما استخدمتيهاش هاد السيمانه ولا السيمانه الاخرى تستخدمها في الايام الجايه. لهذا انا كل ما كانت المده طويله كل ما كان بالنسبه لي احسن. اوكي واخا حنا في 8.4 ولكن هو غيسالي 19.4 انا غيبقى لي مده طويله وحنا ما كنستاهلكوش داكشي خفان زربان ممكن ديني الحاجه شهر هذاكشي علاش. فلهذا لا داعي للزربه وتقدم المهل وشوف التاريخ اهم حاجه. بيشين كاغد دير 28.50 اللي هو لا ماشي هذا هو هذا. هذا مهم جدا جدا جدا. فاش كنقولوا العيد كنقولوا السكر والشوكولا طبعا. فيما دخلتوا اي بيم ولا اي ماركت كتلقاو هذا الفينو داكشي محطوط. بالنسبه لي انا ما عندي ما ندير به انا اختي مقبله على الريجيم هادشي نو 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 نو, نو, نو. مريا قلبي صغير لا يتحمل لا ما غاديش ناخذ. تخيلوا معايا هادشي كامل زدت هذا الليبتون وزدت هاد العيبه هادي هادشي كامل ماشي شي حاجه تقام عليا البنات 431 هانتوما الله يخلف على سي احمد.
الحباب شوفوا انا هاد الطنجره هذه خديت الطنجره ديال شيخي درت فيها الماء اي يا اللهم يا المهم درت هنايا الماء ودرت معلقه ديال الملح وغدا نخليها الماء تغلى مزيان فاش يغلى الماء عاد باش غادي نحط عليها هاد اللهانة بالتركية ولا الكرنب هذا جو بونس حنا كنديروه في المغرب كنديروه في كسكسو هانتوما الامهات اخوتي وخواتاتي هانتوما تقول لي شنو سميتو انا واش الكرنب نيت ولا عنده شي سميه اخرى البنات نورمالمون هذا في السوق في الاسواق الشعبيه اللي فيها الخضره هنا في تركيا كيتباعوا كبار غيبان لكم كبار الناس اللي يلاه جاوا تركيا كتباع بالطشنيه كبيره ديك الحجره كاينه يعني مثلا في النهار الاول فاش شتات صدم كتباع كبيره كتباع صغيره كتباع كامله هنا نورمالمون التركيات هنايا وشنو كيديروا كياخذوها وحده كبيره وكيبقاو يلويوها طبعا يحطوا الطبله وسط الارض تقاليد المعادات هي هذه ويجمعوا عيالات ويبداو يلويو صراحه هذه زوينه اول مره انا غادي نجربها نورمالمون انا كندير اوراق العنب الصرمه ديال اوراق العنب هذه اول مره غادي نجربها فهي شويه حساسه من نوعها فانا حيت لها شيء بونج عاد على طبطب جاي وغيره اه هنا عسل ايوا انا قابلت شكارتم يا انا بلا ستاج اسي احمد يلا جا شندي صدا هاشلي جا رجع قال انا يو صدا دي داس سي جاك صدا با شي دتوز انا هاشلي جا Böyle, ha doğru aynen bak. Gördün mü? Bir tanesi koysana. Bir tane. Şimdi. Bir tane. Şu tarafa gir, evet. Böyle. Koyayım mı? Ha, onu komple koy. Evet, koy. Ama öyle tek tek çıkart. Yok, boş ver. Onu komple koy. Bak. Ha, bir saniye. Onu yaprakları. Bir saniye. Koy. Dikkat et. Bunda mı koy? Yok. Yarı. Sade onu mu yapacağım? Yok yok ikisini de yapacağım da ama bunu küçük ya. Ondan. Tamam, kenara koy. Hayır. Suyu biraz daha koysan. Ha önce birini sonra birini mi yapacağım? Aynen öyle. Ha, tamam, biri bir. Çünkü olamaz ki ikisini de. Tamam Allah'a da. لا هي هذه غير القضيه لان هذه الله فيها هذه الشعاع هذه حاولوا انكم تقطعوهم وزيد على هذا في اليمين ديالها زيروا يا
البنات عصبت واحد تعصيبه ما تخيلوش انتما. عرفتي راه كور عطى الله ورا هادشي اللي درت، لانه انتما هذه اللي خديت فيها كلها هاد العرق هذا، فاش كنبغي نجي نلويها كتقطع هادشي كلشي الزبل. يا ربي تسمح ليا، نقدر كاع نغسلها ونديرها مخلل، انت كلها عرق. السيد اللي باع لينا هاد الله انا باعها لينا عوجه، ماشي انا اصلا اللي مشيت للسوق، راجلي اللي مشى تقداها. صافي بقات لي هاد العمارة، ما عرفتش اش غندير. نقدر ندير بها الدولمه، الدولمه اصلا درتها غير البارح، غادي نمشي نجيب فلفل نعمرها بها ونحطها من الفوق. هادشي اللي كاين. عرفتي تعصب البنات، راه راجلي نقد الموقف. صافي راه جبنا هاد الفلفل هي باش نحطها. ها ها دول دول بيدها دول دول نعم بعضها يعبطوا بين الشيء والله تمام نتا تمام. تتنشي شوية. والله. ها أنا قول 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 صندوق يطلع كسر كسر يا أشكن عليا يما كذا شي شو كذا شي شو أعترف إنه بيتميز لا إيه إيه البنات بالنسبة لسنيت الواية بالنسبة لهذا الصار ما هي هذه انتم طابط 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 ولا صوص ما طشي من فوق هي وحتى الدولمه طابط يا اختي. هنا هنا ايش جبنا بيو الله صلاه خير جوردين كده اي ناسن نقابش تو جان اي شوفوا البنات ما تدوش على اي باردون ما تدوش على هاد الروينه اللي هنا اللي كاينه في الكوزينه، انتم عارفين انا شيخي هذا بو اسم النيدا اوس بيلد اوكي سميتو اوت. بابا ميو ده بانده يوم مجانا شمدي يمم يا سيم اوت سميتو بابا عزيز عليه، ولكن راجلي فاش كان قالك صغير كان كياكلو حار حار انا بعدا ما عجبنيش. وهذه راه الحريقه، هذه الحريقه ديالنا بابا توا كياكلها. اب شي سولين بونو بلمسون بو 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 يا بو تركي اسمنا او شيديما السرغان السرغان ايفيت السرغان بوفاريا يو نانا ديد تي بليومسون اي سنين اي سنين جلدين دوكوندو قرمزون اولو كاشندريو ايفيت بابا بكره بنا يابتم يميدن بنم elinde kırmızı kaldı 2 gün vallahi çok tehlikeli babam nasıl yiyor anlamadım ya البنات الحرقات وما عارف الحرقه كتحرق، ولكن انا شيخه كياكل ما فهمتش انا فهمت سطا حق الله. هادي انا ما كتعجبنيش، كليتها مره واحده ندمت فيها حاره. المهم وصافي هذا سميته هوايا الصارمة العجيبه الغريبه ديال اليوم. وهذا العسل بيت نديرو بيت ندوبو باش يدوب باش نحطو فوق هذا
انا نقول لكم واحد القضيه، خلي هذه هنايا. انتم البنات صارمه صارمه كي كيدارني لا ابو علي كوت ني هب له بيتيش خارجه في الطوزا لا لا في الاول ما بقاو تطارنا كيف عم تطارنا فريمون شي شو بنينه ولدي لا لا بلا سيم واش غادي راه فين ندير مال شي حاجه دابا شوف هاد لاصوص انا ما عنديش يا سلام وكيد ضروري شوف الفطور ديال اخر اخر ايام رمضان هو هذا انتم غير هو خاصه الملح حنا كنقلل فيه وما عندناش الملح ولكن زوين وكانت كامله كانت غتكون احسن كاع